واقفة هنيك وهي قالت لي انه رح تعطيه لبريتا. كيف؟ انا ما قلت لك اني نازلة اخذ الظرف منك، ليش لحتى تعطيه لحدا تاني؟ مدام لازم اعطي الظرف لبريتا لوترا، وانا عملت المطلوب، خبرت المدام يلي اخذت الظرف مني وصله للمدام بريتا. ولو سمحتي ما بسمح لك تحكي معي هيك، لانه انا ما بشتغل عندك بنوب. انت سكر الخط خلص، انسي ما دخله، حاولي تعرفي هو لمين عطى التحليل. بس عمتي كيف رح اقدر اعرف؟ هو عم بيقول انه عطى الظرف لوحدة مرة وقال انه هي رح تعطيه لبريتا. شو هالحكي؟ في كتير نسوان بالحفلة، هلأ كيف رح نقدر نعرف لمين عطى الظرف؟ هاد يلي عم فكر فيه، بس في شي واحد اكيد. شو؟ بريتا لسه ما اخدت التحليل، ولو وصل لإيدها وشافته اكيد كانت انصدمة. أما إذا هي أخذت التحليل رح تكبه، وقتها ما رح نعرف إذا حامل أو لا. لازم نتصرف ونلاقي التحليل بسرعة. إيه عمتي، امشي. كل هالوقت عم تتصوري بموبايلك، ما بصير. إيه عادي، دقيقة شوي. كاران؟ أهلين أمي، آسف قصدي ستي، هي كانت رح توقع ولهيك كنت عم ساعدها. أنت بتعرف؟ من زمان كنت أوقع وتفركش كتير وكان جدك يمسكني. لهيك لا تتحجج قدامي، حتى أنا عشت الحب كم سنة، يعني بعرف منيح هاي الحركات. بس إذا شافتك أمك وجت لعندك تسألك، إلا أنكم بحالة رومانسية وقعت، إلا كانت رح توقع، لأنه وقتها هي رح تخاف وإنت بتاكل بهدل. نحن أجينا لهون لنحضر الحفلة، ما بدكن تروحوا؟ رح تبلش. جايين؟ يلا حقوني. إيه سيد كاران، فكرتك كتير ذكي، كان فيك تقول سبب مقنع مو سبب سخيف غبي. عمتي ما شفت حدا معه التحليل، خلينا نسأل الكل عليه. لا شيرلين، تأكدي بدون ما تسألي حدا بنوب، إذا شكوا رح تصير مشكلة ونحنا ما بدنا تصير اليوم مشاكل. طيب في عندي فكرة حلوة، رح أسأل خالي أكالا. إيه؟ كان في ظرف حاططه هون، وين راح يا ترى؟ شفتي وينه؟ لا ما شفته أبدا. تعال لعندي يلا، كنت حاطة ظرف هون، أنت شلته شي؟ لا. اللي الحقيقة ابني ما بعرف وينه. طيب بابا، أنا عملت طيارة بظرف ماما مشان ألعب فيها، وهلأ ماما عم تدور عليه، وإذا عرفت الحقيقة هي رح تعاقبني. ما تخاف حبيبي، أنا بعرف أنه أنت بتحب تعمل طيارات كثير مشان تطيرون، وكرمال هيك جبت معي ظرف تاني احتياط مشان هذا الموضوع. حبك بابا. يا حبيب البابا. مشاغل ماما تفضل. شكرا حبيبي، يلا روح. لازم تتبل اللحمة كتير منيح قبل ما تطبخها، هذا سر الطبخ. معقول؟ أنا عم بحكي من خلال خبرتي. كاران بريتا وين كنتوا لهلأ؟ شفتي؟ تعوا لهون، ما بدكم تحطوا الكركم على رفقاتكم؟ ايه بريتا تعي لهون، سوناكشي ناطرتك. خالتي أخدتي شي بريد أنتي؟ ايه سلمت. ايه وينه؟ هون، حطيته هون من شوي. أنا حطيته هون، وين بدي يروح؟ معقول حدا شاله؟ شو هاد؟ معقول؟ علقان ببوط الولد؟ أنا حطيته هون من شوي. شيرلي شوفي عمتي، عرفت وينه، رايح أجيبه. تمام. أين بلا؟ لا عن جد؟ طبعاً. آسفة آسفة. تعال ابني. على مهلكم. تفضلي مرت عمي. شايفة شو مبسوط؟ يلا تعال. يسلموا ايديك. شكرا.
شكرا لك. عاشت كنو؟ ايه عندي. شكرا لك. حاجي. لا ما بيصير، يلا طلع. ظرف تاني هاد، رح أعمل فيه طيارة تانية. وين راح الصبي؟ ورق هالظرف كتير سميك، ما عم تزبط معي، غريب، ما رح أقدر أعمل طيارة إذا هيك. الورقة منيحة كتير، فيني أعمل فيها طيارة. دير بالك على رجال سونا. هلأ نشف لكلكم، روحوا غسلوا ودعوا، انتبهوا حبيباتي، أنا حطيت لكم المي المعطرة بالحمام، حطوا منها لا تنسوا. إيه ومن هلأ لوقتها رح نستنى هون. أكيد. شريستي الحفلة كتير مملة، مع أنه أنت موجودة هون. لا كاران شكلك نسيت، بما أنه أنا هون معناتها كلنا رح نتسلى ونقضي وقت حلو كتير. طبعا. أيوة يلا. شباب ريتا كاران، شو صار؟ ليش بريتا طلعت لفوق بهالطريقة؟ ما بعرف، رايح شوفها. الولد أخذ التحليل منه. وين هالولد؟ ماما بريتا، ماما خلاص ما فيني أعمل هيك شيء.